ونقول للمستهلك، كل المستهترين، لا تقتلني بفرحك. نرحب وإياكم بضيوفنا الأعزاء، الخبير الجنائي الدولي العميد المتقاعد زهدي جنبك. أهلا وسهلا بك. والشيخ عاطف عطيوي المجالي، شيخ مشايخ الكرك، أهلا وسهلا بك. وطبعا ستكون الحوارية بإدارة الرائع والجميل الخبير الجنائي العقيد المتقاعد المهندس محمد عواد المجالي. أهلا وسهلا بكم. فلنستمع لهذه الحوارية، وسأترك المايك للمهندس محمد حتى نسمع آراء الأخوة الضيوف، ثم ننتقل لحوارية معكم. شكرا لكم. كان الأردن كان
السلاح وإطلاق العيارات النارية القادمة تتمثل في الإعلان عن وجود فرح أو اجتماع ما. وكانت تطلق العيارات النارية بشكل متقطع لكي يعرف الجميع أن هناك فرح أو مناسبة في المنطقة وما حولها، بالإضافة إلى غزو الرايات حول المساحات المحيطة بالمضارب العشرية. وإنه من تطورات حياة البدو أو العشائر أن يكون السلاح متواجد ومتوفر بكثرة للدفاع عن مضاربهم وأخرى.
ربما معظم من يطلقون النار من الرجال أو من الذين يريدون أن يكونوا رجالا ويريدون أن يثبتوا رجولتهم بإطلاقا، لأن الغالبية من النساء لا تطلق النار لأنها لا تحتاج أن تثبت لا رجولتها ولا أنوثتها بإطلاقا. فللأسف الشديد يعني كمقدمة لحديثنا حتى نتمكن من معالجة الموضوع يجب أن نحسن معاينة بطريقة صحيحة حتى لا نعالج الأعراض ونترك المعجب الأصلي. وأنا أعتقد موضوع إطلاق الإشارات النارية لم يعد لا هو إدمان ولا هو مرض كما يدعي البعض ولا هو عادة، بل أصبح ثقافة متعمقة في المجتمع. ومن ينكر هذا الموضوع يعني بعيد عن الله، وأصبح من اللازم عليه معالجة الأمر، معالجة تتعلق بتغيير الثقافة. وإذا لم تكن المعالجة بهذا المستوى فلن نتمكن من الوصول إلى نتيجة. وأدعي لأن هذه حقيقة قصبة الأرقام، بس اللي أنا بعرف في الأرقام لأنه يعني قصبة الأرقام في الحياة العيشية ما صار لي شيء، لكن هذا زي هذا قلت كم حتى احنا عندنا معدل الوفاه نتيجه الافراح يعني على الاقل وفاه واحده سنويه على الاقل، لان وفاتين في سنوات ثلاث وفيات في سنوات تجاوز ذلك، وعدد الاصابات 25 اصابه سنويه على الاقل. كل هذه الارقام اللي قلت انا ما بدأت فيها اصلا ما بتعطينا الحجم الحقيقي لمعاناه الشعب الاردني في موضوع التغيير. نزلنا كتابة وثائق وعرائض وتعهدات وأيمان طيبة وحلفان أيمان واتحاد عشائر واتحاد أندية واتحاد جمعيات، كلها تكتب من سنة 2004 تكتب عرائض تعهدات ومواثيق تمتنع فيها عن إطلاق النار، وما زال معدل سقوط الضحايا والشهداء في هذا الموضوع على الأقل شخص واحد سنوي على الأقل. في 2010 كان في حادث يعني مشابه لما حدث في 2023 لما صار في عندنا اثنين مع بعض توفوا مع بعض في نفس الحدث، جامعة القيامة وجلال سيدنا بطل الفضل عمل برضو نفس اللي عمله في هاي المرة وحاول انه يثير الموضوع اجتماعيا. للأسف الشديد توقف الموضوع عند توقيع العرائض توقيع المواثيق، ومن ثم نسيت الناس لغاية 2014 عندما توفي ثلاثة أشخاص مرة واحدة في حدث واحد. في هذه المرة طلع جلال سيدنا على التلفزيون وقال له ابني أطلق النار بدي تعتقلوه بدي يحاسب ما في هذا فوق القانون. وإذا بتذكروا في حادثة النائب الأنثى ما بيعملون النائب لأننا بتذكروا، لكن النائب اللي سلمت زوجها وابنها لأنهم أطلقوا النار بفرح وكانت يعني من السباقين للالتزام. للأسف الشديد فعل النائب المحترم فعل نذير جدا لم يتم ترجمته من مجلس النواب الكيميون إلى قانون، وبقينا في نفس الدائرة. انتقلنا من 2015 إلى 2016 في حادث مشابه في 17 في 19 في 21 وفي 22 لم يكن طبعاً 23 ليس أول عريس يا أخوان ليس أول عريس وليس أول طفل أيضاً أصيب عنه في 2023 طفل الجرش وأصيب عنه طفل آخر، ليس الأوائل لا أطفال ولا أذكر ما حدث في حي طفيلة في عمان والمأساة اللي فرح اللي انقلب إلى مأساة مش إلى ترف. فالموضوع لا نتعلم ولا نلتزم لكن بنزعم الشعب بنزعم بدنا نوقف هذا الموضوع عن طريق مراقبة شاشات الكمبيوترات والتواضيع والحكي الفاضي مع التبعش. أتفق أنه السلاح مهم، لكن لما نظمت وزارة الداخلية والحكومة الأردنية لم تعطي ترخيصا للسلاح الأوتوماتيكي إلا لمن هم على خط الهدنة. كانت في مسافة محددة 3 كيلومتر فقط من يقيم في هذه المنطقة يمكن منح السلاح الترخيص لسلاح أوتوماتيكي فقط، باقي أنحاء المملكة الترخيص المسموح له كان
فقط المسدسات. هلا شو الفرق بين المرخص او غير المرخص؟ وانا قلت فيه، لكن قبل ما نصل لهنا، موضوع التغيير الثقافي بحاجه الى ثلاث عناصر او خطوات رئيسيه. اولها الامتناع، وثانيها المنع، وثالثها القدر. الامتناع مطلوب في تغيير ثقافه الانسان نفسه بحيث يمتنع طوعا، مش عشان المراه ولا عشان العقوبه ولا يمتنع طوعا ويفهم ويتفهم ما تفضل به الزميل العزيز حول ارتفاع المرضوفات وسقوطها، وانه ما عادت الارض الاردنيه الطهوره الزكيه تحتوي فقط 250 الف ساكن كما كانت سنه 1923، اليوم فيها 12 مليون بني ادم، يعني ما فيها كيلومتر فراغ في المناطق المسكونه المهوله، وبالتالي اختلفت المعادله نهائيا. ولذلك يجب ان يكون هناك توعيه حقيقيه للانسان الاردني والمقيم على ارض الاردن بان المقذوف الذي يصعد الى السماء يسقط بنفس سرعته وهو قاتل. وهذا الموضوع اذا لم يكن عن قناعه فلن يكون هناك امتناع. شو نعمل؟ ما في امتناع، شعب مش راضي يفهم او جزء من الشعب مش راضي يفهم، يدخل عندنا المنع. المنع يجب ان يكون مرتبطا بمكافاه ويكون مرتبطا بعقوبه، يعني الجزره والعصا. للاسف الشديد العصا عندنا غير مستعمله في موضوع السلاح وبحجج كبيره. اولها انه هذا السلاح الدفاع ضد العدو الغشمي. الدفاع ضد العدو الصهيوني لا يكون بامتلاك السلاح الاوتوماتيكي، احنا ثالث أكبر ممتلك للسلاح من حيث الشعب، نسبة السلاح في الأردن ثالث أعلى نسبة في الوطن العربي. يعني بنيجي بحدود بعد اليمن وبنتنافس مع دولة أخرى، على ما بيذكر اسم الدولة الأخرى، نتنافس مع دولة أخرى على المركز الثاني والثالث من حيث نسبة امتلاك السلاح بين أيدي المواطنين، وهذه نسبة عالية جدا. لا يمكنها إطلاقا موضوع أننا على خط مواجهة مع عدو غاصب، لأنه يجب معالجة هذا الموضوع بحيث زي ما بنحكي في أمثالنا لا يموت الديب ولا تفنى الذنب، فلا نعطل موضوع مقاومة المحتل في الأرض الفلسطينية وردعه عن التجاوز، وفي نفس الوقت لا نبقي الموضوع كما هو حاليا. سلامتك. لحتى برأيي المنع يجب أن يكون مبنياً على قانون، والقانون يجب أن يحقق النقطة الثالثة التي فعلاً تدع من يريد أن يتجه في هذا الاتجاه. مش دلع، مش موضوع والله تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص الحكم شهر ويستبدل بغيره، هذا ليس دلع. يجب تنظيم موضوع السلاح حقيقة، ومن ثم نتجه إلى التغيير الثقافي حتى نكون مرتكزين على قانون حقيقي. أنا اقتراحي ومطلب أن يكون الاتكال على القانون بأن نعاقب عقوبة غليظة ومغلظة كل من يمتلك سلاح ناري غير مرخص كبداية، وتكون عقوبة حقيقة على، يعني بحكي في العشر سنوات حبس إذا امتلك سلاح ناري غير مرخص. هلا شو بيفيدنا هذا الموضوع؟ كيف بيفيدنا؟ بيفيدنا أن كل سلاح مرخص يتم تسجيل بصمته. الخبير في موضوع المجتمع الجنائي، فكل سلاح يتم ترخيصه لم يلخص سلاحه وجرب اطلبوا منه تلف لايك من عند العالم عشان يستخلصوا له سلاحه. المجتمع الجنائي بتطلب تلف لايك وبياخذ بصمه المغلف غلاف الفارغ بصمه الرصاصه نفسها ويسجلها عنده. هلا هي الداتا امتى ما تم اطلاق هذا السلاح او العثور على رصاصه او الظرف الفاعل لهذا السلاح في اي مكان في المملكه، يتم ربط هذه الرصاصه او الظرف الفاعل بالسلاح الذي تم استخدامه. هذا بحد ذاته رادع. رادع يجعل الانسان يفكر الف مره قبل ما يختلف، لانه عارف انه اذا صار في اصابه لم تعد كالماضي، صار ممكن الوصول الى صاحب السلاح عن طريق الرصاصه التي تسببت في الالم. هلا هذا التغليظ في العقوبة على ترخيص السلاح يجعل الإنسان واحد من اثنين، إما أن يتجه إلى الترخيص وإما أن يتجه
السلاح يعني انه الشبكة التي تقوم على تحرير السلاح الى الأردن تدور بتقطع المنابع عشان تقضي على عادة او اي ثقافة كاملة بدك تقطع منابع حتى ما يكون في يعني توابل كثيف وزيادة مستمرة وبنفس الوقت تقضي على المصارف مين اللي موقف هذا السلاح كيف تستعمله زي ما تفضل اخي الكريم والزميل الحبيب حتى تقضي على هذه الثقافة او تغيبها لازم احدى العناصر اللي ذكرها توقفها تبطلها اما ان لا يبقى من يطلق النار واما ان لا يبقى هناك سلاح لاطلاق النار واما على الاقل ان لا توفر الذخيرة لاطلاق النار من هذا السلاح كل هذه الامور لا يمكن ان يتم معالجتها حسب الخبرة السابقة لمدة اكثر من 25 سنة في محاولة منع ما يحدث من الاسلحة النارية في الأردن ولم نتمكن من ذلك كان في تجديد هائل في احدى السنوات في 94 تحديدا كان يعني اذا تذكروا دوريات الشرطة تقوم بالصف على العيس وابو العيس واهل العيس حتى يتم تمكننا فعليا من ان نوقف الموضوع لاشهر ثلاث شهور ست شهور لكن حقيقة في المناطق البنائية وصول دورية الشرطة الى الموقع بدون نص ساعة لم نتمكن من فرض هذا الأمر لم نتمكن من تغيير واقع هذا وللأسف الشديد هذا أدى إلى ضعفنا في تغيير الثقافة المجتمعية اللي لن يتحقق لنا أي تقدم بمواجهة هذه الظاهرة إلا إذا غيرنا الثقافة أعتذر جدا عن الإطالة ربما بهذه العجالة أكون أوضحت الاتجاه اللي أرغب بأن يتم الحديث فيه بهذه الأمسية الرائعة التي تتعلق بظاهرة حقيقة تمس المجتمع الأردني كاملا أشكر الجميع على حسن الاستماع وأعتذر جدا على الإطالة وبطلع وانا وبقول
الشعر عدنان السعودي الذي تلنى بهذا الصرح، صرح يحلق عاليا كالطائرة، يروي النفوس أصالة ومعاصرة، ويقوم في وسط البلاد كأنه علم يلف المجد عند الخاصرة. حضور الأكارم كل باسمه ولقبه وكنيته. نلتقي وإياكم في هذا المساء لنتناقش ونتحاور في ظاهرة اجتماعية، هذه الظاهرة بصراحة أرهقت الوطن، وهناك ظواهر أخرى يجب أن نعاها أيضا، ألا وهو ما له علاقة بالمواكب أيضا. إذا كما هو السلاح يودي بحياة المواطنين والأشقاء والأحباء، أيضا السيارات المركبات التي تستخدم بشكل خاطئ. لا أريد أن أطيل عليكم، مرة أخرى أرحب بكم، ودائما أرحب بكم بطريقتي، وأقول لكم عمرت، أنا لست بشاعر،